مشاهدينا الكرام، الآن نروح لانطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته 47 بمشاركة دولية واسعة. شيماء العبيدي هناك، نقول لك صباح الخير عليك يا شيماء، خلينا بالصورة، شنو الأجواء في معرض بغداد؟ شيماء تسمعيني؟ صباح الخير زملائي في الاستوديو، صباح الخير لمشاهدينا الكرام، صباح الورد لكل من يشاهد شاشة العراقية. صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير زملائي في الاستوديو، صباح الورد لكل من يشاهد شاشة العراقية. مشاهدينا الكرام، نحن نطل عليكم إطلالة مميزة من معرض بغداد الدولي، انطلاق فعالية 47 لمعرض بغداد الدولي، مشاركات عديدة لأكثر من 100 شركة. طبعا هذا المعرض تحت شعار العراق يتواصل، بالإضافة إلى أكثر من 20 دولة شاركت في معرض بغداد الدولي من الناحية الاستثمارية التجارية الاقتصادية، شركات متنوعة، أكيد هذه الشركات تعم بالفائدة على البلد. سنتحدث مع الأجنحة الموجودة في معرض بغداد الدولي لنتعرف على الشركات المشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أعرف مشاركتكم بالمعرض. نحن شركة أودر، شركة عراقية، وكيل حصري لشركة لايون ياباني، الفرع الرئيسي بسليمانية. بس هاي السنة احنا جينا لأن شاركنا بالدورة 47 من معرض بغداد الدولي تحت شعار العراق نتواصل. المواد مالتنا كلها مواد منظفات، مواد الاطفال، شامبوات وغسولات، والمواد جوده عاليه يعني ممتازه. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا ايضا سنتنقل الى اجنحه متعدده في معرض بغداد الدولي لنتحدث ونرى ما هي المشاركات المميزه. السلام عليكم. تفضل اخويا. شنو مشاركتكم في المعرض؟ احنا مشاركتنا المنتجات داك اليابانيه، منتجات تكييف، احنا الموزع الحصري والرسمي بالعراق. منتجات اللي هي المنزلية والصناعية والمركزية. نعم، أكيد منتجات جيدة. هل بها عروض معينة أيضا للمواطنين؟ أكيد إن شاء الله، هو على الموسم إن شاء الله الجديد راح يبدي، راح ننزل سيمينار كامل عليه وإيفنت كامل عليه وعروض راح تنزل بالسوالف المنزلية إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما تعرفون مشاركات جدا كبيرة، شركات اقتصادية استثمارية. سنتحدث مع الأخ. السلام عليكم. عليكم السلام. أسعد عبد الصمد، شركة سوميتومو مكتب بغداد. شنو مشاركتكم بمعرض بغداد؟ احنا بالنسبة لنا كشركة، احنا شركة تجارية يابانية تعمل على تسويق المنتجات اليابانية، واحنا هذه بالنسبة لنا هي المشاركة الخامسة او السادسة بالمعرض. ونسوق مختلف المنتجات اللي لها علاقة بالصناعة، بالزراعة والصناعة والصناعة النفطية. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، سنتجول ايضا في بعض الاجنحه الموجوده في معرض بغداد الدولي. مثل ما تعرفون بعد قليل يعني ينفتح المعرض للمواطنين حتى يشاركون او يعني يطلعون على الاجهزه الموجوده. السلام عليكم. تفضلي. تفضلي. لازم الجنرال هو اللي. تمام تمام. راح نتنقل بعد ونشوف. نعم شيماء، اذا تسمعيني المشاركات الموجوده في المعرض ايضا شيماء. سنتحدث. تسمعيني شيماء؟ نعم نعم. جيد. تفضل. نعم. نريد ايضا نعرف هل هذه الشركات هي شركات. نعم. تسويقيه، شركات. نعم. هناك ممكن تكون شراكات بهذه الشركات مع الجانب العراقي ام هي فقط تسويقيه؟ ايضا نريد. نعم. نعرف كم يوم راح يبقى المعرض، من هي أبرز شركات، هل هي على المستوى الآسيوي أم على مستوى العالم هذه المئة شركة اللي تكلمت عنها؟ تفضلي شيماء. نعم، الشركات المتواجدة، أولا المعرض لحد يوم 19 بالشهر، شركات عديدة، مئات شركات عربية، شركات أجنبية، يابانية، ألمانية، بالإضافة إلى الشركات السعودية يعني أردنية، فمشاركات كثيرة. هذه الشركات بتعاون مباشر سيكون مع الشركات العراقية إذا كان هناك تنسيق طبعا ورضا من قبل الطرفين، وأكيد هذه الشركات ستعم بالفائدة على الاقتصاد العراقي. نعم، سنتحدث مع هذا الجناح. السلام عليكم. مرحبا عزيزتي، حدثيني عن مشاركتكم بالمعرض. حبيبتي، احنا هيئة تنفيذية تابعة للحكومة اليابانية. نعم. تطرح وكالات للسوق، واللي يحب يعني رجال الأعمال والمستثمرين اللي يحبون يستثمرون يقدرون يتفضلون يتواصلون ويا ممثل الهيئة ويحصلون على وكالة. عندنا 18 منتج مطروح مختلفة، من معدات المواد التغذية،
عندنا سكين كير عناية بشرة وتغذية مثل ما تشوفين اللي هو الدراي فود وحبوب القهوة. شكرا جزيلا. شكرا. نعم زملائي في الاستوديو، مثل ما تحدثنا يعني مشاركات عديدة ومتنوعة. هذه المشاركات مثل ما تلاحظون يعني بالتنسيق مع الشركات العراقية ستقدم الكثير إلى شيماء. إذا تسمعين شيماء، نعم، هل نقدر نقول انه نعم. التسوق اللي راح يكون في معرض بغداد، هل هو راح يكون نعم. على مستوى نسميه مثلا الشركات العراقيه راح تتسوق، ام ممكن المواطن العادي اللي نسميه بالمفرد اذا جاز التعبير ممكن انه يعني يتبضع؟ نعم تفضلي. بصراحة هناك شركات كبيرة وعملاقة ستكون بالتنسيق مع شركات عراقية، أما المواطن أكيد أكون هناك أجنحة خاصة يعني بيع مباشر مع المواطن، سيقوم البيع عن طريق المفرد، لكن ليس جميع الشركات ستتعاون مع نعم. المفرد. نعم لكن ليس بجميع الشركات، شركات أيضا محدودة سيكون وقت بها بيع مباشر، بالإضافة للشركات الأخرى الكبيرة سيكون تنسيق مع شركات عراقية. إذا سمعتيني شيماء تكلم عن بصراحة وقت يعني وقت افتتاح المعرض للمواطنين الساعة 11 صباحا، يعني نريد ننوه يعني نعم. نعم تفضلي. نعم الساعة 11 صباحا سيكون افتتاح المعرض للمواطنين. إلى أي ساعة شيماء إذا تقدرين تتقصينا؟ نعم سنتجول بعد من خلال الساعة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 10 ليلا مساء، يعني الساعة 10 مساء سيكون المعرض مفتوح للمواطنين. نعم ومثل ما تلاحظون بعد قليل سيتم افتتاح المعرض أمام المواطنين، الساعة 11 بعد قليل سينفتح المعرض أمام المواطنين، لكن الآن مجرد الأجنحة المشاركين بمعرض بغداد أجنحة متعددة، سنتجول أيضا بباقي الأجنحة حتى المشاهد العراقي يعني ننطيفة حماسة يجي يعني يطلع ويشتري. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا اخويا، اريد اعرف مشاركتكم بالمعرض. اهلا وسهلا، نحن شركه تكنو ستار، شركه عراقيه، عندنا وكالات تجاريه من شركات يابانيه بالعراق، من ضمنها شركه كونيكا مينولتا المختصه باجهزه الاستنساخ والمطابع الرقميه، اجهزه الطباعه الحديثه، اضافه الى وكاله اخرى اللي هي شركه براذر العريقه، ايضا شركه يابانيه مختصة بالطابعات وأجهزة الاستنساخ وسكنرات الأرشفة، إضافة إلى ماكينات الخياطة والتطريز اللي هي لها تاريخ طويل بالعراق. هذه مشاركة بالنسبة لشركتنا تعتبر مشاركة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 دورات، احنا كل سنة نشترك. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. وايضا نعم شيماء العبيدي، شكرا جزيلا لك، كنت ويانا من ارض معرض بغداد. نعم. الدولي اللي يحتضن هذه الفعاليات. يلا نسمع. يلا دائما بهذا الحدث المهم السنوي. احنا طبعا هنا بمجموعه سردار شركه ساس الوكيل الرسمي لسيارات لكزس في العراق، حريصين جدا على المشاركه السنويه بهذا المعرض المهم. طبعا احنا تعودنا معرض بغداد هو من طفولتنا، هو حدث سنوي يعتبر مثل الاعياد والمناسبات الموجوده في العراق، فلهذا الحمد لله نشوف كل سنه هو اقبال اكثر والناس تنتظره دائما. مشاركتنا الهدف من عدها هو انه احنا خلينا نقول ننقل التكنولوجيا الحديثة بعالم السيارات خصوصا اليابانية، وهاي السنة احنا شاركنا بهذه السيارات الهايبريد الهجينة اللي الشحن الذاتي. هاي السيارات هي الهدف من عدها هو تقليل البيئة، التلوث البيئي، لانه هاي السيارات تعمل على البطارية تشحن نفسها. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرا. شيماء مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا، شكرا جزيلا لك، هذا اللي يسمح لي وقت مشوارنا الصباحي. مشاركات جدا مميزه كانت، نتركه للمواطن اذا نعم. حب يتجول في ارض معرض بغداد الدولي من ساعه 11 الى ساعه بالعشرة بالليل مثل ما قلتي طيله هذه الايام الى يوم 19 بالشهر. شكرا جزيلا لك.